خلونا نشوف التقرير ده بالتفصيل عن اللي حصل في مباراة الأمس ونرجع في البيت الكبير. ضرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقوة في بداية مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجديد 2020-2021، ويخوض المارد الأحمر منافسات الموسم الجديد وهو حامل لقب البطولة في الموسم الماضي وسيد المتوج للأميرة الإفريقية على مر تاريخها برقم قياسي من الألقاب يبلغ 9 بطولات، تجعله يحلق وحده بعيدا ولا يقترب منه أي منافس آخر في القارة. ووجه الأهلي إنذارا شديدا لجميع منافسيه في البطولة بعد الفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في افتتاح دور المجموعات، حملت توقيع لاعبي محمد مجدي أفشة ومحمود عبد المنعم كهربا والقناص الجديد والتر بواليا. وأكد الأهلي من خلال فوزه الكبير على الرغم من الغيابات الكبيرة التي ضربت صفوفه قبل هذه المباراة أنه يخوض المسابقة في الموسم الجديد بهدف واحد فقط، وهو حصد النجمة 10 بعدما باتت مطلبا جديدا لجماهيره وهتافا من الجماهير بات معتادا: 10 يا أهلي. حقق الأهلي مكاسب عديدة من الفوز على بطل السودان بثلاثية نظيفة، فقد منح الفرصة لعدد كبير من لاعبيه الذين كانوا بعيدا عن الصورة منذ فترة وظهروا بصورة مميزة جدا، مثل الظهير محمود وحيد ولاعب الوسط المهاجم النيجيري جونيور أجاييه الذي بدأ المباراة لأول مرة منذ فترة غياب طويلة للإصابة بعدما ظهر بديلا في كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، وكذلك المدافع المخضرم سعد سمير. الأهلي كعادته أثبت أنه بمن حضر وأن روح الفانيلة الحمراء هي سر الانتصارات أولا وأخيرا، وهي التي تحرك كل من يرتدي قميص الفريق للتألق وتحقيق الانتصارات.